أجراس الميلاد وابتسامات الأطفال وموسيقى الفرح والأعياد. أضاء دير سيدة صيدنايا شجرة الميلاد المصنوعة يدوياً بارتفاع 33 متراً، وافتتح مغارة بمساحة 400 متر مربع تعد أكبر مغارة في الوطن العربي. نحن رسالتنا دايما رسالة سلام، بكل الأزمة اللي نحن مرقناها ما كنا رايدين غير السلام. مشان هيك هالشجرة اليوم اللي زرعناها بصيدنايا هي انزرعت بقلوب كل العالم، وهي شجرة السلام لكل العالم. قبل كل شيء كل عام وانتم بخير، ان شاء الله بينعاد على الجميع بالألف خير وبالأمن بالأمن والأمان، ولأهل صيدنايا كل عام وهن بخير، وأنا جاي من الشام. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله عطول هيك بنضل فرحانين وشايفين هالوجوه الحلوة، وان شاء الله عطول هيك بضل البلد حلو وما فيه حرب، وان شاء الله بنضل بسلام وامان. كل سنة والجميع بخير، وبتمنى لسوريا الخير والامان. بعد كل اهل سوريا وبقول لهم كل سنة انتم سالمين، وكثير انبسطنا بهالعيد، وميري كريسمس. المغارة كانت كتير حلوة وكان فيها شغل كتير، حتى الشجرة كانت أكبر من قبل وأطول، ويعني كتير في شغل حلو. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم على سوريا الحبيبة بألف خير. بحب عيد ضيعتي صيدنايا، المناسبة كتير حلوة وإضاءة الشجرة وأكبر مغارة. ينعاد على الجميع بالخير، نحن جايين من طرطوس عم نكون معكم هون بهالاحتفال. كل عام وانتم بخير، وكتير انبسطنا بهالحفلة كتير حلوة. عام بخير، كتير انبسطت بهاي الحفلة.